السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، وين جمال بالماضي، وين يعطي رساله واضحه للشعب الجزائري بانه لا مناخ ولا حكم سيؤثرون على المنتخب الوطني الجزائري. هذه الهضره اللي نبغيها انايا، ما كاش تحجج، ما كاش عراقيل، لازم ما نعطوش فرصه للكاميرونيين، لازم ما نعطوش فرصه، ما نقولوش كما كنا على بالك واحد الايامات، وين اللعابه وين جمال بالماضي نقل واحد 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 الحاجه، واحد العقليه اللعابه كانهم راهم في السحاب، ما استاد هذا كي والو، ولا وين يدخلوا يشوفوا استاد، يخرجوا يشوفوا استاد، يتفرجوا على استاد، ولينا على بالك اللي شغل ولينا نشوفوا لازم لنا غي وامبلي ولا ما نلعبوش، غي وامبلي ولا ما نلعبوش، ولينا نشوفوا روحنا اللي قلنا وامبلي ولا ما نلعبوش. اليوم جمال بالماضي حفظ الدروس تاع ما ندخلش للعابه العربيت وما ندخلش اللعابه ستاد، وهذه ما كاش نورمالمون، ما كاش كيما نهار الاول مي جا جمال بالماضي، لازم ما كاش هذه تاع ستاد وتاع الاربيت، خاطش علاه غادي تمركي بنت؟ الاربيت ما ينجمش، اي تمركي بنت فالاب نتايا، قد يورا يرسلها مطرون تدخل، اي الاربيت ما غاديش يريفيزيها، الناس اللي يقول لك الاربيت، الاربيت ما غاديش، حنا هذا الاربيت دارنا في مراكش. سليماني ماركا تاع متري بلا جوار وضربها على الكارديا، كون ماركاها يريفيزيها ما غاديش يريفيزيها، كون بلايلي ماركا دوزيام بيت اللي كان ضايع في 19 دقيقة، تسمى ماركينا بونت وضيعنا دو بيت في 19 دقيقة حسابيا، روحوا شوفوا ما تطولوش على رواحكم، شوفوا من البون تاع 15 دقيقة 5 دقائق شوفوا شحال ضيعنا، مين ماركينا، مين في غولي ماركا في مراكش كونتر بوركينا فاسو في 15 دقيقة حتى ال 20 دقيقة، شوفوا واش ضيعنا، ضيعنا دو بيت فالاب، دو بيت فالاب ضيعناهم، على هذيك نقولوا بلي يا ودي ما نبقاو نشوفوا لا الاربيت، إلا ماركيت الاربيت ما غاديش يريفيزي يا سي محمد، ما غاديش يريفيزي لك، التيرة علينا وعليهم، التيرة هما ماشي هما ماهمش عواد ربع كرعين، التيرة علينا وعليهم. هذه أكبر كذبة تاع كانوا الناس يكذبوا، يقول لك استاد، ما كان لا استاد لا والو، ما كان استاد، كاين الكاميرون ما كانش ملعب، كاين كاميرون قدامك، أنا هذه اللي نعرفها، ودائما كنا نهضروا فيها راه وين راه جمال بالماضي وحده، الناس هذول كانوا يقول لك استاد، المناخ، الأربيت، ها راه وين راه، لونترينير بروحو قال لكم يا ودي لا مناخ ولا حكم سيؤثر علينا، ما كاش غادي يأثر علينا، هيا ما با شهر ما با الكاميرون، الكاميرون غي هي وسطات غي هو، ما كاش تحجج جماعة، ما كاش تحجج، متالي كاع، وين أبدى الناخب الوطني جمال بالماضي عزمه رفقة لاعبيه على العودة بنتيجة إيجابية من الكاميرون لتسهيل مهمته في لقاء العودة بالجزائر، ونصرح لقناة تلفزيونية من مطار دوالا، نريد تحقيق نتيجة إيجابية بالكاميرون أولا قبل مباراة العودة بتشاكير، كما أضاف كل لاعبين متحمسين وجدوا يعني وجد مركزين وكل لديه رغبة كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وين قال لهم الهضره في التيره، هذه هي الهضره، الهضره في التيره خويا، انا هذه اللي تعجبني الهضره، انا نكره ديك تاع استاد العربيت المناخ، انا نكرهها، ما خاطش ما هذا هذو الصوالح، انا ما نبغي 90 دقيقه اعطيني في التيره 90 دقيقه، ما هضره واحده اخرى كاع زياده، هضره واحده اخرى تاع البث تاع باش دير فيديو باش دير فيديو صايب، ما كاش منها كاع حريك، ما نأمنش فيها تاع الصطاد وتاع الاخرى، خاطش نعرف باللي الكاميرونيين فانيك راهم في الاوروب وراهم يلعبوا في لي ستاد ملاح كيما حنا نلعبوا في لي ستاد ملاح، ونعاودوا يولوا في بلادهم الصطاد هذاك اللي غادي نلعبوا في جابوما علينا وعليهم، فانيك الكاميرونيين هم يلعبوا في مناخ
يعني ضباب ويلعبوا في البرد الحال ويلعبوا، فين غادي كيجيو لبلادهم فين غادي يلعبوا تحت رطوبة عالية؟ ما تقولي لا من لا من هيه. الريال اللي عندك عنده، القلب اللي عندك عنده، قلب واحد هذه هي. نعرفوا كيفاش نسيروا المباراة، كيفاش نسيروا الطاقة تاعنا، كيفاش نسيروا الطاقة تاعنا. هذا ما كان نعرفه، لازم نعرفه كيفاش نسيروا الطاقة تاعنا برك. باريطاج باريطاج، نعرفه كيفاش نسيروا الطاقة برك. باريطاج عندك ربع ساعة، عندك نص ساعة، عندك بريمير ميترو، دوزيام ميترو فينك تخدم عليها. عندك ربع ساعة الأولى، عندك نص ساعة الزوجة، عندك نهاية المباراة. لازم ذكاء، لازم عدم التهاون. اي غلطة غير مسموحة، اي غلطة غير مسموحة. هذه اللي يقولوا اي غلطة غير مسموحة، ما كاش الغلطة، لازم الغلطة ما كاش. كما اضاف كل لاعبين متحمسين وجد مركزين وكل لديه الرغبة كبيرة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية. وتبع نأمل في إسعاد الجماهير الجزائرية من خلال تقديم أفضل ما لدينا في هاتين المواجهتين، وفي سؤال عن أجواء المناخ والتحكيم ومدى تأثيرهما في المباراة. رد بالماضي، لا مناخ ولا تحكيم سيؤثر علينا. هذه هي الأربيت، وكنا ولينا رايحين منا مدخلين في ريسالنا الأربيت والرطوبة، الأربيت الرطوبة، الأربيت ما غاديش يلعبوا، ما يلعبوش، ما يلعبوش، ما نلعبوش، ما نلعبوش. حنا وين الناس في الكوب دافريك اللي فاتت؟ على بالك تالمو تالمو كاين ناس ما كانوش يتبعوا بالك على ليكيب ناسيونال، عمرهم لا تبعوا ليكيب ناسيونال، تبعوها من مصر الواح. تقول تحسبهم كاع ولات عندهم عقليه كيما زروقي ضراه الحمار، وحنا جزائريين. ولا يقول لك هذه هذيك ماشي كوب دافريك والحمار والرطوبه وهذي، وحنا مسواسون دو نلعبو في لافريك، كأن أول مرة لعبنا في لافريك ونلعبو غير في أوروبا، أول مرة لعبنا في الكاميرون في لافريك. يا لعبنا كوب دافريك، اش عمل كوب دافريك فاتت في لافريك ولعبناها، ما كناش نسمعو الهدرة، ومن بعد ولينا نسمعو فيها. مين خرجوا هادو قردة الصحافة حاشا ما يستاهلهاش، خرجوا ولاو يخرجوا لنا هاد الأفكار. كيما كمال مهوي، اول ظهور تاعو في مالوبو وين قال له الحراره لا تطاق، يا ودي اش دخلني هراوي راه رد علي جاما قال لك ما كان لا حراره لا تير لا ابيت. اي سكتوا علينا، سكتوا علينا. بنادم راه قويمو، راه بنادم راه ربي راه داري به، بنادم راه يصفق سي محمد. مالكم انتم حاسبين ناس على كاين لي يعشق في قلب، كاين لي يعشق في ديك الناسيون بقلبه، قلبينا ما كاش مورال تاعي انايا ليكيب ناسيونال، مورال ليكيب ناسيونال، مورال ربحة تاع ليكيب ناسيونال هو المورال الفاليوم. انا نعشق في منتخب وطني جزائري، ما عندي تا واحد نسيبورتيه، عندي ليكيب ناسيونال متالي كاع، ولي غلط يخلص، تغلط تخلص، الغلطة غير مسموحة. عندك 90 دقيقة خويا، مشيها كما ينبغي. هذه هي بوضحي رسالة لك خويا، ما تلهاش، ما تلهاش عليهم القدام، هذوك اللي قدامك وتقاش تلها. خاصة أبو بكر مع راهو مع بن عمري، وخطر على خطر عيط على قديولة يرجع لك الرجل، خطر على خطر عيط لقديوره، ما تخليش يرقد، عيط له. منا إلا لعب عطار صح راكم تعرفوه، وإلا لعب منا بن عياده، زير روحك مع بن عياده، زير روحك مع بن عياده، ما تلهاش عليه، ما تخليش يبعد على الجوار تاعو، خليه يلصق فيه، قول له يا خليه لاصق فيه. بن عياده رساله ليك، خويا الصق لي مع الجوار، خدمتك الصق، يروح للطواليت روح معاه. ميتك من البارتيه يجي طالع في الكار، طلع معاه تيردوك البارتيه كملت، ما تحوش تذهب،
مات حوشت زعما يجي طالع يجي ضايع يدوش يدخل معاه يجي طالع لكار تيقولوا لك وي سي محمد صاي كمل البارتي عطلا قد الناس لازم يطوي قلبك الواحد يقول لك مسيو بن عياده اطلق ود الناس صاي بارتي كملت راكم رايحين لبلادكم حبس هذه اللي نقولها وهذه هي واق ما يقري لو كان تخليك رعيك بعد بالماضي لعب حطا يطلق حطا غير بروحه يعاود يلعب والله وتخليك رعيك المهم انت قدم لي عندك هذه هذا واجب وطني كيسمو بن عياده واجب وطني المهم ضمن بلاستيك هذا واجب وطني ما التالي كاع خويا